نعم يعني ما يمكن أن أجمع هذه الأسماء. ولهذا مثلا قالوا عن يقول عن جبريل عليه السلام يقول خان الأمين. كيف خان الأمين؟ ما يمكن. ما كيف يوصف بالأمانة والخيانة في وقت واحد؟ مفهوم؟ أي نعم. قال انتهت عقيدة. ثم أخواننا الآن السلف الصالح ينتسبون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها قال ونعم السلف أنا لك. لا يمكن لأحد أن يطعن في السلف الصالح أصلا. نعم، من طعن في السلف الصالح هذا يستتاب. فإن تاب وإلا أن صلى الله عليه وسلم كان مرتد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباع الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم، ماذا أخذنا؟ أغلق الكتاب، أغلق الكتاب في باقي. أغلق الكتاب عقيدة البخاري باقي. هذا من عندك، أغلق الكتاب. ها نعم شيخ. لماذا أخذنا؟ أخذنا عقيدة الإمام البخاري. لماذا؟ لأنه إمام من أئمة السلف ويقرر عقيدة. معصوم؟ لا، ليس بمعصوم. وافق الكتاب والسنة أخذ، وإن لم يوافق الكتاب والسنة رددنا، لكن بماذا؟ بعلم، بحكمة. نعم، ماذا أخذنا؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لماذا يقول القرآن كلام الله؟ ولماذا يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق؟ معروف القرآن كلام الله، يكفي هذا. لماذا يقول منزل غير مخلوق وحقيقة وكذا؟ لأنه مضطرين الآن، لأنه ظهر من يتكلم، ولا قبل ما أحد يقول هذا الكلام، لأنه معروف متفق عليه، مجمع عليه بين أمة السلف. نعم، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. قول باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. احنا نحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. فإنسان استقبل القبلة وصلى، نحكم على ظاهر بالإسلام. صحيح، إذا مات يغسل وكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. وإنسان ظاهر الكفر نسأل الله عافية السلام، هذا لا يغسل وكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه. نعم، ما معنى هذا؟ أنا لا تجرع على تكفير إنسان حكمنا على ظاهره بالإسلام إلا ببينة بدليل إقامة الحجة انتفاء الشبهة، والذي يحكم كبار العلماء القضاة الشرعيين. نعم، نعم، والله ما أسمع إيش تقول. المفوضة الذين يتوقفون، يقول احنا ما نقول لا مع السنة ولا المخالفين لها السنة، احنا نقف ولا نقول بهذا نقول بهذا. اقول انتم من شر اهل البدع. لماذا؟ لان هذا فيه تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح، واستطالة للفلاسفة. هذا اخطر باب، باب خطير جدا. اي نعم، اهل السنة وسط بين الروافض والنواصب، بين المعطلة والممثل، قدرية وجبرية. صحيح؟ الله يفتح عليك. قلنا عن البدعة والباطل استعملنا الألفاظ السيئة. نعم، من طريقة على الباطل، من أمور التي تعرف بها على الباطل، أنهم يلقبوا أهل السنة بألقاب ينفر بها الناس عنهم. سموا أهل السنة نواصب ونوابت وغثاء وحشوية وممثلة ومشبهة وغيرها. تمام، حتى ينفروا الناس عنه، وكل ما يعتاد الناس على اللفظ يخرجوا لفظ جديد حتى ينفروا الناس عنه. والعبرة قلنا ليست بالأسماء، صح؟ العبرة بما يعتقد. مفهوم؟ أي نعم. لأننا الآن يعني الآن لو تقول مثلا، يسأل واحد شيخ قال ها أنت من السلف الصالح، يقول أسأل الله يجعلني منهم، أنا ما أدعي العصمة لنفسي. صح؟ أين ما يقول أنا السلفي وغيري، لا. مفهوم؟ أو أعرف السلف قبل أن تولد، لا. يتبرى من حولي وقوتي، يقول أسأل الله يجعلنا منهم، وأنا أسير قدما أستطيع، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. صح؟ أي نعم. السمع والطاعة لولاة الأمر في غير المعصية، طاعة في المعروف. فعندما تسمع إنسان يتكلم عن الحكام يخرج عليهم باللسان أو
بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. فهذه علامة من إسراف السلامة، علامة أنه خرج عن طريقة أهل السنة. هل معنى أهل السنة والجماعة ما يبينون ما عليه الحكام من أخطاء وضلالات؟ يبين، لكن بقدر الحاجة. ويبين العالم، ليس كل أحد، ويبين العالم سرا، يناصح الحكام، يسمع كذا، يدعو له في ظهر الغيب، أمور عرفت عنه. مفهوم؟ أي نعم. ها قلنا هذا الذي ذكر المؤلف، يقول فلان من مصر، فلان من الشام، فلان من العراق، فلان من كذا، فلان من كذا، فلان من كذا، لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لم يحصلهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة دون أخرى، صحيح؟ بدولة دون أخرى، بقبيلة، لا، حصروا بماذا؟ بأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. على الحق منصورين، لا يظلم من خذلهم ولا من خل، من كان عليه ما كان عليه أنا وأصحابه، صحيح؟ هذا هو هؤلاء، ولهذا ذكر لك هؤلاء ما لا أحسن. نعم، وهذا من نعم الله، وبهذا تعرف فضل السلف، نلتقى بهؤلاء الأئمة، وتعب وجد واجتهد رحلة في الحديث. أي نعم. ها المحرمات أربع أقسام، قلنا أن المحرمات أربع أقسام، صغائر، أعلى منها الكبائر، وأعلى من كبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. وقلنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر إذا مات عليه إسراف السلامة لا يغفر، وإذا تاب تقبل فيه التوبة، تاب الله عليه. أما الشرك الأكبر فصاحبه مخلد خلد أبدي في النار، وأما الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخنا يسأل في كلام مهم عن الخلفاء الراشدين، هذا عقيدة موجود في الله أقرأ بسم الله. نعم، قال الحاكم رحمه الله تعالى، لكن هذه الزيادة ما مهم من عند المؤلف، لا لا، من 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 كتاب آخر، لا هو من عقيدة البخاري، أنا أفهم، لكن ليس من هذا الكتاب، إيه مش من المؤلف، إذن أذكر المرجع له. طيب نعم، حتى ما نذلس على المؤلف. نعم. نعم، قال الحاكم رحمه الله تعالى في تاريخ نيسابور، نعم، سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت محمد بن نعيم يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري لما وقع ما وقع من شأنه عن الإيمان، فقال أمور تحدث ابتلاءات الأئمة رحمهم الله، هؤلاء ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد يلحقهم شيء مما لحق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، قال وتواصوا بالصبر، ابتلاء، يبتلى، يتهم في ديني، في عرضي، في كذا، في كذا، يصبر، ثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخر. ثم لو تنظر أن هذا الابتلاء كان لهم خير، أي نعم، لأنه يبتلى وبعد هذا يمكن له. يعني الإمام أحمد مثلا رحمه الله يقال عن إمام أهل السنة، لماذا؟ ابتلي وثبت الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ وقيل لأحد السلف قال ألم تصدك المحن عن الطريق، يعني هذه الابتلاءات ما صدتك إلى الآن باقي ماشي على الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، قال لولا المحن لشككت في الطريق، لو لم تأتي هذه الابتلاءات كنت أشك في أن الطريق هذا مو صحيح، لازم تأتيك محن كما جاءت للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا الإمام البخاري يعني ابتلي، أوذي، عودي، كذا، أي نعم. وليس معنى هذا أن هذا إذا كان معافى لا نتهمه في دينه، لا، لكن إن إذا ابتلي صبر، مفهوم؟ أي نعم. سئل عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد وينقص، نعم، والقرآن كلام الله غير مخلوق، تقدم، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الصحابة، لأن الأمة هذه أفضل الأمة، وأفضل الأمة الصحابة، وأفضل الصحابة بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، في الخلافة وفي الفضل.
ومن شكك في خلافة من واحد من هؤلاء الأربعة قال فهو أضل من حمار أهل استعمال الغلظة في موضعه، ضال كافر كفر أكبر. نعم. وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، نعم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم. على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. نعم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير، أحسن الله إليك.